هذا وتتواصل الاستعدادات التي تجرى على قدم وساق بمدينة شرم الشيخ انتظارا لمؤتمر المناخ COP27. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. سالي، بعد التحية، يعني ضعينا في تفاصيل آخر استعدادات مؤتمر COP27 لديك في مدينة السلام. نعم، تحياتي لك دينا ونهى ولمشاهدينا الكرام من أرض السلام المدينة الخضراء شرم الشيخ. نتابع بدء العد التنازلي لاستقبال المؤتمر الأكبر والأهم، مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ 2022، والتي تنطلق من هذه المدينة، وذلك خلال الفترة من 6 وحتى 18 من نوفمبر القادم، وذلك في استعداد تام داخل هذه المدينة لاستقبال هذا المؤتمر. دعينا في البداية نتحدث عن أهمية استضافة مصر لهذه القمة وهذه الدورة 27، فتأتي مصر وتضع على أجندتها أن هذه القمة هي قمة التنفيذ، الانتقال للتنفيذ الفعلي للعمل المناخي، وذلك بعدما تم عدد كبير من التعهدات من الدول الصناعية الكبرى والتعهدات المتعلقة بالدعم المالي والتقني نتيجة تأثر الدول الفقيرة والدول النامية بالتأثيرات المناخية للدول الصناعية، وبالتالي تعول القارة الإفريقية على مصر باعتبارها صوت القارة الإفريقية في هذه الدورة تحديدا، للخروج بآليات تنفيذية والوصول إلى إجراءات تضع هذه التغيرات وتحد وتخفف من تأثيرات هذه القضية والاحتباس الحراري الذي يضر كافة دول العالم وليس إفريقيا فقط. لو تحدثنا عن الاستعدادات في هذا الصدد في هذه المدينة، فشرم الشيخ تعتبر بشكل شبه كامل قد أتمت كافة الاستعدادات، ودعينا نبدأ في البداية بالتكاتف بين كافة الأطراف وكافة الوزارات في الحكومة المصرية وأيضا المؤسسات المختلفة، منظمات المتعلقة بالعمل البيئي وأيضا المتطوعين. أنهت مدينة شرم الشيخ كافة الاستعدادات بشكل شبه كامل، ونبدأ بمطار شرم الشيخ وهو النقطة الأولى أو المحطة الأولى التي تستقبل الوافدين للمشاركة في هذه الفعاليات. تم الانتهاء ورفع كفاءة صلاة الوصول واستقبال الزائرين، الهوية البصرية المنتشرة في كافة أرجاء هذا المطار باعتباره ثاني أكبر مطار بعد مطار القاهرة الدولي. هذا المطار هو أول مطار ذكي أخضر في مدينة شرم الشيخ، وهذا المطار يستخدم أيضا الطاقة الشمسية. الهوية البصرية المنتشرة منذ وصول السائح ومنذ أيضا الانطلاق من القاهرة واستقبال الوافدين إلى هذه المدينة. دعينا أيضا نتحدث عن الطرق التي تم رفع كفاءتها وزيادة المسارات الخضراء ورفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بالطرق، أيضا الإنارة والزهور والأشجار، والتي جعلت هذه المدينة مدينة خضراء. طريق السلام الذي تم رفع كفاءته، الممشى السياحي الذي يربط ما بين خليج نعمة والسوق التجارية القديم بطول 6 كيلومترات، وهوية بصرية داخل كافة أرجاء هذه المدينة تعبر عن هذا المؤتمر وهذه الدورة تحديدا. لو تحدثنا أيضا عن مستشفى شرم الشيخ، والتي تم رفع كفاءة هذه المستشفى وتحولت إلى مستشفى خضراء ضمن شبكة المستشفيات الخضراء عالميا، وقد أخذت اعتماد الجودة من هيئة الرقابة والاعتماد الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرعاية الصحية، لعرض تجربة هذه المستشفى في المؤتمر باستخدام تقنيات ذكية، باستخدام طاقة شمسية، أيضا بتقليل استهلاك الموارد وغيرها من الحلول التي تقلل من الانبعاثات الحرارية، أيضا غيرها من الأساليب الذكية للتخلص من النفايات الطبية. أيضا نتحدث عن منظومة نقل جماعي كبيرة، أسطول هائل من الأتوبيسات والتاكسيات الذكية، هذه الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وأيضا الكهرباء، بإجمالي 260 أتوبيس من بينهم 140 يستخدمون الكهرباء والباقي للغاز الطبيعي، إضافة إلى مواقف ذكية لشحن كافة هذه الأتوبيسات في نفس التوقيت، الملصقات المنتشرة على هذه الأتوبيسات والزي الموحد من قبل وزارة النقل والتي تعبر أيضا عن الهوية البصرية لهذا المؤتمر، أيضا وجود مسارات تنتقل من خلالها هذه الأتوبيسات لتفي
أغراض الانتقال لكافة الطرق والمحاور الرئيسية التي ستقام فيها فعاليات هذا المؤتمر وهذه النسخة تحديدا. لو تحدثنا أيضا عن منظومة التاكسي الذكي والدفع الإلكتروني والواي فاي والاتصال بشبكة الإنترنت، وهو كلها إجراءات وأساليب ذكية تخدم هذه النسخة وتخدم هذا المؤتمر. من المفترض أيضا الخروج ببعض الإجراءات وعلى رأسها اتفاق الخاص بباريس عام 2015، وأيضا ما يتعلق بالمخرجات الخاصة بالنسخة الماضية كوب 26، أيضا بعض التطوير الذي تم لخليج نعمة، بعض التطوير الذي تم للسوق التجارية القديم، أيضا تفاصيل تتعلق بمحطة الطاقة الشمسية التي تخدم هذه المدينة، رفع كفاءة كافة الطرق، الميناء أيضا وميناء اليخوت المتواجد داخل هذه المدينة، تكاتف بين كافة الهيئات والمؤسسات، تكاتف بين المحافظة وكافة الوزارات، أيضا وزارة الاتصالات التي بدورها تدعم كافة الأنشطة وكافة الأساليب الذكية داخل هذه المدينة فيما يتعلق أيضا بسرعة الإنترنت وغيرها مما يستخدم هذه التقنيات. المؤتمر سيقام على جزئين، المنطقة الزرقاء وهي تحت إدارة سكرتارية الأمم المتحدة والتي تستقبل عدد كبير من الرؤساء الذين أعلنوا المشاركة في هذه الفعالية كما تابعنا في التصريحات الماضية، وأيضا المنطقة الخضراء والتي هي تحت إدارة الحكومة المصرية. الكلمة إليكم تعود مرة أخرى في الاستوديو. نعم، شكرا جزيلا على هذا العرض الوافي. سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري من شرم الشيخ.